المحتوى هو جدا مهم على التأثير بطريقة تفكير المجتمع، وإذا النساء تواجدوا بهذا الشيء راح يخلي شكل المحتوى يتغير بالمستقبل بشكل إيجابي. I work أو Iraqi women around creativity، نساء عراقيات حول الإبداع، هي مبادرة أنا بديت بها لإدراج عدد أكبر من النساء العراقيات في مجال صنع المحتوى، سواء كان في السينما أو في التلفزيون أو في شبكات التواصل الاجتماعي. همينا انه النساء نساعدهم انه يتعلمون شلون يلقون عمل بهاي المجالات اللي هي العلاقات العامة، نحكي ويا مؤسسات، نحكي ويا ناس عندهم افلام او يسوون محتوى لشبكات التواصل الاجتماعي، انه يستخدمون او يتعاملون ويا هذول النساء حتى يصنعونهم المال. راح يكون منصف للمرأة وراح يكون منصف للبلد كله.